نقط على المباراة الأول جديدة وقناة قوية كبيرة ولديك تأكيد شيء كبير. والله هي المباراة يعني من اسكندرية بيبقى تمالي ثلاث اسكندرية بيبقى فيه شد بينهم، لكن برضو المحبة ومدرب العبور لاعب في النادي ومدرب في نادي الأولمبي سابقا، فكانت الأمور هادية شوية على قدر المصطلح. الأولمبي بيلعب على الصعود وهو خاطر الدوري. العبور برضه نقدر نقول ان هي بتفكرها لعيبه صغيره، الحته الماديه ما قدرتش تخليها تجيب لعيبه كبيره، انما هي مركز شباب والحاج علاء عاشور يعني يشكره عمل فرقه زي دي هو المجموعه اللي معاه. لكن من جيت المباراة عادية، وكان الأولمبي ممكن يخلص من أول ثاني، بس ما كنت وأنت راجل كنت فاهم في الكورة وعارف الكورة، الفرقة بتبقى حاسة إن الفرقة بتغلب من كل الفرق، يبقى أنا هكسبها في أي وقت. لما الموقف اتصعب عليهم خصوصاً صايم الهدف بتاع أول ثاني ده ريح المباراة. ده مرخص المباراة كده. على طريق خير الكلام مقل وقل.